متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا بحضراتكم مجددا. الأجواء في عيد الفطر هذا العام يمكن تكون مختلفة عن السنوات الأخيرة، وده طبعا بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. حدائق الحيوانات والحدائق العامة كلها مغلقة، وكتير من المتنزهات ممنوع زيارتها أو التجمع فيها، ده طبعا غير المواعيد اللي حددها مجلس الوزراء لغلق المحال في 9 مساء. طيب، ضروري جدا اننا نقول لحضراتكم انه النهاردة هناك العديد من الغرامات والعقوبات للأسف اللي تم توقيعها، والممكن يواجهها اي شخص غير ملتزم بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء مؤخرا. في البداية خلينا نقول لحضراتكم أن الشرطة من الساعات الأولى من صباح اليوم كانت متواجدة بكثافة كبيرة جدا في الشوارع والمحافظات المختلفة، خاصة في نطاق أو محيط أماكن المساجد المسموح فيها بصلاة عيد الفطر المبارك. ما بالنسبة للمخالفات اللي تم ضبطها، فنجحت الداخلية في ضبط 15,722 شخص غير مرتديين الكمامة الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 15,673 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 49 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة. أيضا قدرت قوات الشرطة تحرير 2,564 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 370 قضية في مجال منع تداول الشيشة. أيضا مهم جدا أننا نوجه رسالة لأصحاب المحلات التجارية في محافظات مصر، وخاصة محافظة القاهرة، والتي من الممكن أن يواجهوا غرامة تصل ل4000 جنيه أو الغلق تماما في حال عدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة. طيب، بالنسبة لمحافظة القاهرة فقالت أنه في حملات رقابية على المحال والمقاهي والمطاعم مستمرة خلال الأيام المقبلة للحد من زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، والتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا. أما بالنسبة لمدينة السادس من أكتوبر فهناك غرامات لعدم الالتزام بمواعيد غلق المحال بتقدر ب5000 جنيه بحسب ما قال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وقال أيضا أن هناك التزام في أغلب الأماكن بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال، ولكن يعني كان هناك أماكن أخرى غير ملتزمة، وتم تحرير محاضر مخالفات لمن لم يغلق المحال التجاري الخاص به في 9 مساء، هذا طبعا باستثناء محلات البقالة والصيدليات من الغلق. طيب، أما لو انتقلنا للمواطنين اللي بيستخدموا مترو الأنفاق، فمهم جدا نقول لهم تحذير موجه من شركة المترو لجمهور الركاب من دخول المحطات دون ارتداء كمامة للوقاية ضد فيروس كورونا، وده طبعا لتجنب توقيع غرامة عليهم بتعد غرامة فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وبتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدي كمامة وقائية، مع القيام بحملات تفتيش على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فوري من قبل شرطة المترو، مع تحرير محاضر شرطية ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفوري للغرامة والمقدرة ب50 جنيه. طيب، خليني أيضا أقول لحضراتكم أنه شركة مترو الأنفاق بتوفر كمامات في شبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور،
وهذا ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا مع استمرارها في التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات الوقاية خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات. أما لو ذهبنا لوزارة التنمية المحلية فحددت كل التفاصيل الخاصة بغرامات الغرامات الخاصة بعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق أو ارتداء الكمامات، وقالت أنه تم توجيه المحافظين بالالتزام والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وهذا طبعا للحد من زيادة الأعداد عدد الإصابات بفيروس كورونا. خليني أعيد على حضراتكم أنه هذا طبعا في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامة الوقائية والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة. دي كده كانت تغطيتنا عن الغرامات اللي ممكن يعني يواجهها أي مواطن خلال إجازة عيد الفطر المبارك في حال عدم الالتزام بقرارات الغلق المحددة من مجلس الوزراء. لحد هنا انتهت تغطيتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار الساعة. إلى اللقاء.